اكيد. وطبعا كالمعتاد عايزين النهارده نتكلم عن مرض السمنه، لانه بجد من اكتر الامراض اللي للاسف بقت منتشره جدا في الفتره الاخيره. مش هنقول ستات ولا رجاله ولا اطفال ولا لا، كل على كل الاعمار والاجيال. على الاقل فرد من كل عيله هتبصوا تلاقوه مصاب بالسمنه، وده بيرجع لاسباب كتير زي النظام الغذائي الخاطئ، الوجبات السريعه اللي بقينا مدمنين عليها، المشروبات الغازيه، وغيرها وغيرها من الاسباب الكتير. للاسف مرضى السمنه بيبقى عندهم امراض تانية كمان، بيبقوا مصابين بشكل كبير بالسكر والضغط والكوليسترول العالي وامراض القلب. فلازم اول خطوه لعلاج اي مرض هو التخلص من السمنه. طبعا عشان كده هنوضح النهارده في فقرتنا ازاي ممكن مريض السمنة يقدر يتخلص من الوزن في أسرع وقت ممكن. ومنورانا النهاردة ضيفتنا ندى محمود، خبيرة التغذية. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، صباح الفل. الأول الكلام اللي قلناه ده، مرض السمنة ملاحظة ان هو بقى كل بيت، كل عيلة، كل أسرة بتبص تلاقي فيها واحد أو أكتر، أو واحدة أو أكتر عندهم مرض السمنة. لا، هو أكتر من واحدة، لأن عادة لما بيكون الأم نفسها اللي هي بتظبط السيستم بتاع البيت، هي اللي حاطة مثلا ملخبطة شوية في الأكل، فأولادها بيلخبطوا، جوزها بيلخبط، فبتلاقي البيت كله بيعاني من المشكلة دي. فالنهاردة عايزين حاجة تساعدهم إن هم يتخلصوا من مشكلة السمنة، فالنهاردة جايبين لهم بوكس الفرصة. هيعمل لهم إيه؟ هو فرصة، لأن هو بيعمل لي كل حاجة. أنا بقالي كتير بقى بعاني من مشكلة السمنة، خزنت دهون على مدار سنين كتير، ولما باجي أعمل دايت غلط او اعمل دايت ووقف، بلاقي الوزن رجع الدبل، بلاقي صح. الوزن اتفاجئت انا ازاي وصلت لكده، مع ان انا بوظت الدنيا خالص. بس مش بيحسوا بقى، يعني بتلاقي ايه، هم 2 كيلو بس، 3 كيلو بس، بقى تتفاجئ ان هم بقوا 20 كيلو. دي هي مفتاح السمنه يعني. فبتلاقي الموضوع السمنه تطورت جدا عندهم، وبقى عندهم زياده 20 كيلو و30 كيلو، بتتفاجئ انا ازاي وصلت لكده. مش بتاخد بالها ان الدنيا بتبوظ منها، ده تدريجي، مش بيجي طبعا مره واحده نتيجه النظام الخاص اللي هي ماشيه عليه، او نتيجه ان انا مثلا عملت رياضه ووقفت، برضو العضلات بتضعف جدا تاني، وتلاقي الدهون زادت تاني، وتلاقي مشاكل كتير قوي، جسم ترهل ومليون مشكله. وكمان مشكله الكرش، مشكله الكرش او البطن هنقول يعني عليها، ان هي دلوقتي برضو عند الاطفال وعند الستات وكمان عند الرجاله. مشكله البطن دي هي، يا ممكن حد كمان يقول لك انا جسمي مظبوط بس عندي مشكله البطن ان هي زياده، دي مشكله كبيره قوي. وكمان هي بتبقى دهون عنيده جدا في النزول، وكمان انا لو باكل في اوقات غلط بالليل، او انا مثلا جسمي بيبقى محتاج دهون صحيه، يعني مثلا في الاسبوع ممكن مرتين لثلاثه اخدهم مثلا من الاسماك، من المكسرات، الحاجات دي مفيده جدا. طيب لما ما بدخلش الحاجات دي وبلخبط بقى جانك فود وباخد حاجات كتير غلط، جسمي بيخزن بقى الدهون الغلط او الدهون الضاره اللي في الجانك فود والحاجات الغلط اللي انا باخدها دي. بتروح بقى كمان ايه؟ كرش وارداف. يعني عارفه طريقها، يعني عارفه ازاي؟ طيب بس انت معايا ان احيانا بيبقى حد ناقص ان هو يخس، بيعمل دايت خلاص وفاضل له 5 كيلو، وال5 كيلو دول اضربيهم بالرصاص مش هينزلوا. النهارده بقى وانت بتكلميني عن الكورس، كورس الفرصه، كلميني عن اصعب الكيلوهات برضو اللي هي بتبقى في الاخر دي. انا عايزه اقول لك، هو اهم من ان انا افرح مثلا من ان انا اول كيلو مثلا اول اسبوع نزلت مثلا 3 كيلو مثلا، هبست بيهم قوي، وبتلاقي حصل لها جسمها حصل له ثبات وزن صح، عشان هي مش بتنزل صح. او مثلا ناس تقول لي مثلا ايه، انا ماشي على الكيتو دايت، بس اللي هو بقى بيعتمد ايه، ما بدخلش اي فاكهه او اي خضار، بيعتمد بس على الدهون والبروتين. فبتيجي تقيسي انزيمات الكبد تلاقيها عاليه جدا، الدهون طبعًا في الجسم عاليه جدا طبعًا. بتلاقي الموضوع باظ مني، نقرس بقى، يضرب كوليسترول، يضرب كل حاجه. فبتلاقي الموضوع بيبوظ منهم. لا، اهم حاجه ان احنا ننزل بصحتنا، ننزل واحنا مش حارمين نفسنا من حاجه، بس بكميات قليله اللي جسمنا محتاجها، مش بنزود. حتى لما بنوصل للوزن المثالي بنلاقي خلاص انا جسمي اتعود على كميه الاكل الصغيره اللي داخله جسمي. بالزبط. بس هو تعود.